جميل. أنا غرقت بالموسيقى، أنا غرقت صراحة بالموسيقى، حب الموسيقى والله. جدا جميلة، وخصوصا الموسيقى اللي فيها مزج بين الشرقي والغربي تماما مثل ما شفنا بتقرير زميلنا محمد علي. يعني ما أجمل أن نطلع من هاي الألحان الجميلة، لكن نبقى في مجال الإبداع، من إبداع موسيقي إلى إبداع من نوع آخر. في فقرة مبدع في مجاله اليوم نتحدث عن شابة إماراتية مؤثرة في المجتمع، لديها أكثر من 15 مبادرة صحية وثقافية واجتماعية، تحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، وتعمل في وزارة العمل العدل عفوا بدولة الإمارات. طبعا ضيفتنا قدمت مقترحا لتطبيق ذكي يسهل العمل في المحاكم في الدولة، تم تطبيقه في وزارة العدل وحصلت على وسام معالي وزير العدل فئة الشباب لعام 2020، وهي أيضا كانت مرشحة للمجلس الوطني الاتحادي لعام 2019. إذن نرحب اليوم بالمبدعة الإماراتية فاطمة محمد حسن المنصوري، ضيفتنا في الاستوديو، رئيسة فريق الابتكار بمحكمة أم القوين الاتحادية الابتدائية. أهلا وسهلا فيك معنا يا فاطمة، ويسعد صباحك، شكرا لتلبية دعوتنا لإلك. يسعد صباحكم ساندي ومهران، وشكرا على حسن الاستضافة، وشكرا لتلفزيون دبي على هالاستضافة الطيبة. أهلا وسهلا فيكي دائما. طيب نحن علمنا فاطمي أنه عندك أكثر من 15 مبادرة مجتمعية، منها صحية، منها ثقافية، منها اجتماعية، معتمدة ما شاء الله في دولة الإمارات واعتمدتها الحكومة. يعني ما الذي دفعك فاطمي أنه تغردي، خلينا نقول، خارج السرب وتخرجي عن المعتاد أو المألوف وتقترحي هذه المبادرات وفي عمر صغير؟ تمام، بداية أول شيء طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية ببدأ مقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. المقولة هي دائما أنا أرددها عشان بس أجاوبك على السؤال اللي أنت سألتني إياه. الهدف واضح، الطريق ممهد، الساعة تدق، لا مجال للتردد، كثيرون يتكلمون ونحن ننجز. جميل. فدائما أني أنا هالمقولة دائما دائما يعني تكون على بالي، يعني دائما أسوي أي مبادرة، أي شيء أبغى أسوي، عندي الأجندة الموجودة في المبادرات، أحط هالمقولة قدامي بعدين go ahead. جميل. أيوة. أن تستلهمي ربما مبادراتك من كلام صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد. ولكن أيضا فاطمة حابين نعرف أمثلة، أعطينا أمثلة عن هذه المبادرات. أنا عندي أكثر من 15 مبادرة، منها طبعا المبادرات مئوية زايد، جمعت فيها 100 توقيع، كانت مبادرة يعني أنا proud of myself بهالمبادرة، ونحن فخورين فيك كمان. شكرا شكرا يعطيك العافية. عندي كذلك مبادرة يوم المعلم، خذت إجازة بس عشان أصير أكرم معلمتي بهذا اليوم. كذلك يوم الطفل الإماراتي، رحت الروضة والمدارس، كرمت الأطفال الصغار، طبعا هاي بث في السعادة للأطفال، يعني كم تسوى رسمة الابتسامة على وجه الطفل. صحيح. بهذه المبادرة. كذلك مبادرة يوم المرأة الإماراتية، يوم المرأة العالمي، يوم الصحة النفسية، يوم الأعسر العالمي، هاي وايد سألت عنها المبادرة، كانت يعني لفتة حلوة ونقلة كذلك نوعية من المبادرات. كذلك اليوم العمال العالمي، يوم الأم، يوم الأب، وكثير الله. كثير من المبادرات ما شاء الله. لا ما مخلي مجال اجتماعي صحي ثقافي بكل مجالات ما شاء الله عليك مبدعة. أنا عاشقة للعمل التطوعي وكذلك المبادرات، سواء كانت صحية مثل ما تفضلتي وقلتي، ثقافية واجتماعية، وكذلك المبادرات الذاتية، وكذلك حاصل على لقب الناشطة الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي. جميل، احنا فخورين فيكي. شكرا يعطيك العافية. طيب تم تكريمك يعني مؤخرا وحصلتي على وسام معالي وزير العدل لفئة الشباب عام 2020، وقدمت كذلك مقترح لتطبيق ذكي للوزارة، خبرينا شوي عن هذا التكريم وعن هذا التطبيق الذكي.
تمام. بخصوص مقترح التطبيق الذكي، أنا قدمت على منصة الاقتراحات، وهو كان مقترح التطبيق الذكي بين القاضي وأمين السر، وتكرمت على هذا المقترح في ملتقى السعادة في وزارة العدل لعام 2019، وحصلت كذلك على شهادة شكر وتقدير من معالي وزير العدل لعام 2019. هذا بخصوص التطبيق الذكي. بس شو مواصفاته للتطبيق؟ كيف ساعد يعني وزارة العدل؟ شو كان عنده خصائص مميزة؟ هو تطبيق يعني يساعد على سهولة التقاضي وكذلك لسهولة إجراء محاضر الجلسات، يعني أن بقياس الأثر من هذا التطبيق كان لسرعة الإنجاز وتقليل الجهد والوقت. جميل. فاطمة، أنا لفتني أنه أنت قلتي لي أخذتي إجازة من عملك. نعم. يعني ما شاء الله. بس عشان أكرم وعلمتي. حاب أعرف شو عملك، طبيعة عملك أنت، شو بتشتغلي يعني لحتى ما شاء الله يسمحوا لك تروحي بهاي المبادرات؟ طبعا أول شيء شكر موصول لمعالي وزير العدل، وأنا ممتنة أني أنا أنتمي إلى أسرة وزارة العدل على هذا الدعم اللي يقدموا لي. فبخصوص الإجازة، قدمت إجازة بس عشان أن هم عارفين أني أنا أكتف وأنا أنصر يعني عنصر فعال في المجتمع، ولا دائما أي مبادرات دائما فاطمة موجودة في المبادرة بالضبط. فأنا خدت إجازة فهذا اليوم بس عشان أن أكرم معلمتي. ما شاء الله. في تعاون يعني من عندها في مجال عملها. خبرينا أكثر عن تجربتك فاطمة كذلك في الترشح للمجلس الوطني الاتحادي لعام 2019. شو كانت رسالتك اللي أنت كنت ناوية توصليها من خلال المجلس الوطني باختصار؟ بداية كانت تجربة جدا جميلة، تعرفت على يعني شرايح في المجتمع، نزلت للميدان كذلك ترشحي للمجلس الوطني كذلك عرفني على وايد أشياء. أولا منها الانتماء طبعا للوطن، الانتماء الوطني كذلك. كانت الرسالة مثل ما تفضلت وسألتي هي صوتكم مسموع، كانت يعني أن برنامج الانتخابي بعنوان صوتكم مسموع. إيصال صوت الشعب. وكذلك كان ليش رجعني ل 2019 أن كان في مناصفة 22 يعني كانوا 20 نساء و20 ذكور، فهذا هو اللي شجعني اللي هو مناصفة المرأة وكذلك تمكين الفئة الشبابية. جميل. رسالة لفئة الشباب من عندك فاطمة، شو بتوجه لهم الرسالة؟ Go ahead، اشتغلوا على نفسكم، استفيدوا من الدورات التدريبية والورشات التعليمية كذلك. ليش؟ لأن المبادرة مو بس أني أنا أسوي مبادرة، لا، أنا أسوي المبادرة، أقيس أثر المبادرة، مخرجات المبادرة وكذلك مدخلاتها والفئة المستهدفة من هذه المبادرة. جميل. وأقول لكل شابة وشاب، أنتم بالعكس تقدرون، go ahead، وإن شاء الله أكون مثال يحتذى فيه به مثل ما يقولون لجميع الشباب والشابات. كل تأكيد لخدمة هذا الوطن. يعطيك ألف عافية صراحة. الله يعافيكم. ويعني أكيد مثل ما قلتي صوتك مسموع، نتمنى أنه يكون بالفعل صوتك مسموع عبر منصتنا، منصة تلفزيون دبي. شكرا جزيلا لوجودك معنا فاطمة المنصوري، رئيسة فريق الابتكار محكمة أم القوى الاتحادية الابتدائية سابقا. شكرا جزيلا لك. العفو.